المهم غادي تدوزوا دابا غادي نصاوبوا معكم الطاجين. عندي هنايا اللحم والبصله درتهم كيتشحروا، درت ليهم الابزار وشويه ديال الملحه والخرقوم والسكر شبيب وشويه ديال القرفه كما كتشوفوا هما كيتشحروا دابا. درت هنايا شويه ديال البرقوق مع المشمش، زدت عليه غادي نزيد عليهم واحد هذا العواد ديال القرفه وغادي نخليهم يطيبوا. الطاجين ديالي كيتشحر دابا، غادي نخليه حتى تنزل البصله وغادي نمرقو شويه وغادي نخليه يطيب. دابا غادي نزيدو شويه ديال الربيع، راه اللحم طلق ليا الماء درتو في الفريكو. دابا غادي نخليه يتشحر مزيان حتى يشرب العطريه الطاجين ديالنا تشحر والبصله صافي راه تعسلات. دابا غادي نخليوه يطيب ونقصو العافيه يطيب على المهل. غادي نزيدو عليه البصله بهذا الشكل، وغنزيدو شويه ديال الماء، شويه واحد نص كاس ديال الماء. وغادي نخليوه يطيب ونقصو ليه العافيه باش يطيب على خاطرو ما يتحرقش لينا ونضيعو بديك نضيع لينا ديك البصله وديك المرقه يجينا ناشف. دابا غادي نخليوه هكا مره مره، نهزو شويه د الماء ونوزعوها على هاد البصله باش تشرب لينا حتى هي العطريه، وغادي نخليوه يطيب هكا ونتلاقاو في التقديم. والبرقوق ديالي حتى هو راه بدا كيطيب. دابا غادي نزيد له شويه ديال السكر وغادي نخليه يتعسل ونخليو الطاجين ديالنا يطيب. ها هو ديال ها هو الطاجين.